هذا المجال. انطلقت صباح اليوم بالرباط أشغال اللقاء التواصلي حول إشراك الشباب في مشاريع الصناعات الخضراء. هذا اللقاء يتوخى تشجيع مبادرات المقاولات في مجال الطاقة البديلة المتجددة. حسن الطباعي والعرب النهيري. يحضر هذا اللقاء العلمي حول الطاقة الشمسية أزيد من 350 من طلاب الجامعات والمدارس العليا للمهندسين بالمغرب للوقوف على النتائج الخاصة بالمقاولات العاملة في مجال الطاقة الخضراء. تقريب الشباب من أهمية المقاولة وزرع روح المقاولة، ولكن في نفس الوقت توجيهها لما فيه مصلحة المغرب ومستقبل المغرب، بحيث أن توجه الأخضر توجه تكنولوجي رهان يجب أن نربحه، ورهان إن شاء الله رابح، ولا يمكن أن نربح إلا بهذه الطاقات التي هي في نفس الوقت طاقات متجددة. ويرم برنامج الطاقة تعبئة الطلبة لتحديد المشاريع ذات الوقع المهم على البيئة. يعطيو الطلبة واحد نظرة على الطاقة المتجددة باش يحاولوا يأسسوا شركات صغرى اللي غادي إن شاء الله تكون مستقبل المغرب. المؤسسة ديالنا تتحاول تأثر الطلبة باش يكونوا هذوك المقاولين الجدد. شكل هذا اللقاء مناسبة أيضا للبحث في المواضيع ذات الصلة كتحليل المياه والكتلة الطبيعية ومعالجة وتقييم النفايات والنجاعة الطاقية.